مين أقرب حد ليكي في الفريق أو المنتخب؟ قوليلنا عنها سر محدش يعرفه. هو في اتنين، فريدة ومريم متولي ميتو، بس هي فريدة ما بقتش موجودة يعني معانا في الموسم اللي فات، فقول ميتو مثلا. قوليلنا سر عنها محد، هي طبعا عشان كانت بتقعد معايا في الأوضة فأنا أعرف أقول أسرار عنها كتير جدا، بس مثلا بتضربني وهي نايمة، أنا كل يوم بسحب حاجة في وشي منها بتضرب وهي نايمة أصلا. مين أكتر واحدة بتاكل في الفريق؟ هي ميتو فظيعة، ما ممكن تاكل 19 مرة في اليوم مثلا عادي ومش بتشبع. أكتر واحدة بتعرف تحتفل داليا المرشدي، ودانا كمان، بس داليا ليها قوي في الفيديوز والكلام ده، فبحس هي أكتر واحدة هي ودانا. مين الدراما كوين؟ دراما كوين ممكن مايا. مين السوسة اللي عارفة كل حاجة بتحصل حواليها؟ هي مش سوسة يعني، بس التلاتة كلها أنا. أنا بصراحة ببقى عارفة كل حاجة بتحصل حواليا. بس يعني مش بقول، ببقى أنا ساكتة ببقى عارفة بس مش بقول. أكتر واحدة بتقول إفيهات أو نكت بايخة. أكتر واحدة بتقول إفيهات في الزمالك مثلا، إفيهات برضو ميتو، بس مش بتقول نكت بايخة، ميتو دمها خفيف يعني، هي أكتر واحدة بيبقى ليها أي في التيك توك وفي الإفيهات والحاجات دي. أكتر واحدة بتغني طول الوقت وصوتها وحش ميتو برضو، صوتها هي مقتنعة ان هي أصالة، هي مقتنعة ان هي صوتها حلو، بتقعد تغني شايفة ان صوتها بيطلع في اغاني أصالة، فهي شايفة ان صوتها حلو. اكتر واحدة قماصة مايا قنبوسة، انا مسميها قموسة. اكتر واحدة مهتمة بالموضة انا. انا شوية وداليا برضو.